بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي هذه بدء أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي مثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكذلك الإخوة القائمين في جامع الراجحي بالرياض على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. أيها الإخوة، أيها الأفاضل، وقفنا في التفسير عند أو سنتحدث في هذه الجلسة في هذا الدرس العلمي عن تفسير سورة الإخلاص. أولاً، سورة الإخلاص أيها الأفاضل، من فضلها أنها تقرأ أدبار الصلوات الخمس. من ضمن السور التي تقرأ أدبار الصلوات الخمس سورة الإخلاص، وكذلك أيضاً تقرأ في إحدى ركعتي الطواف. وكذلك من فضل هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة الإخلاص، ثم انصرف فقالوا: يا نبي الله، إنك وعدتنا أن تقرأ ثلث القرآن. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ألف الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام مجلداً لطيفاً في الحديث حول قول النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ومن فضلها أنها تقرأ في أوراد الصباح والمساء، ومن فضلها أنها تقرأ كرقية شرعية من ضمن السور التي تقرأ على الشخص إذا كان مريض، أو هو نفسه يقرأها إذا كان مريض أو تعبان. ولها فضائل أخرى أيها الأفاضل. وأيضاً من ضمن المباحث فيها أن سبب نزولها أن قوماً من المشركين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، انسب لنا ربك، من هذا الرب الذي نعبده؟ أهو من ذهب أم من فضة أم من ماذا؟ فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قل لهم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل، يعني يا نبي الله، قل للناس إن الله أحد. والله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، قل للناس كذا في القرآن، أو قال له قل، وهو فعل أمر مبني على السكون، في القرآن أكثر من 200 موضع كلها قل، إلا في موضع واحد في سورة طه أدخل حرف الفاء على قل. فتجد مثلا الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا الكافرون. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأنفال، يسألونك. كل هذه المواضع أكثر من 200 موضع كلها بقل دون حرف الفاء، إلا في موضع واحد قال الله أدخل حرف الفاء في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال العلماء: لعل الفرق بين هذه المواضع والموضع هذا أنه لم يُسأل صلى الله عليه وسلم عن وضع الجبال يوم القيامة، لكن إذا سُئلت: يا نبي الله، فقل إن وضع الجبال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لأن لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قل، وهو فعل أمر مبني على السكون. قل، قل، قل هو الله أحد. أحد سبحانه وتعالى في ذاته، سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك والخلق والرزق والتدبير، وهو ما يسمى بتوحيد توحيد الربوبية، ويسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات. لأنكم تعرفون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد المعرفة والإثبات، ويراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، ويراد به توحيد الألوهية، وهما يسميه بعض العلماء أيضا بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فتوحيد الربوبية إفراد الله بالملك والخلق والرزق
والتدبير، فلا يملك إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. أما ملك المخلوق للشيء فهو ملك نسبي قاصر، بخلاف ملك الله فهو شامل، وكذلك وهكذا دواليك. وتوحيد الألوهية أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تعبد مع الله غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأحدا نكرة سيقت مساق النهي، فهي تعم، لأن من ألفاظ العموم عند علماء الأصول الفقه النكرة، إذا من ضمن ألفاظ العموم النكرة إذا سيقت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. وهنا أحدا نكرة سيقت مساق النهي، فتعم كل أحد، فلا يجوز لأحد أن يدعو مع الله إلها آخر أو معبودا آخر. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتوحيد أيها الإخوة هو أوجب الواجبات، ولذلك العلماء يقولون إن أول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك. أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي من الله: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني مثلا ونظراء، تعبدونهم كما تعبدون الله وأنتم تعلمون. قل هو الله أحد، الله الصمد. تحدث العلماء عن الصمد، فقال بعض العلماء إن الصمد معناه هو الذي معنى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في طلب الحوائج، فالمريض يسأله الشفاء، والمبتلى يسأله العافية، والضال يسأله الهداية، والمهتدي يسأله الثبات على الدين. هذا معنى الصمد. وبعض العلماء قالوا إن الصمد هو الذي ليس له جوف، يعني لا يأكل ولا يشرب، لأنه لا يصح أن يكون إلهاً خالقاً يحتاج إلى طعام، والطعام مخلوق، لا يصح أن يحتاج الخالق إلى مخلوق. ولذلك سبحانه وتعالى أبطل عبادة ولذلك الله سبحانه وتعالى أبطل عبادة النصارى عندما قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني مريم رضي الله عنها، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. إذن كيف يدعان من دون الله وهما يفتقران إلى طعام وشراب، والطعام والشراب مخلوق، فلا يصح أن يفتقر الخالق إلى مخلوق. إذن بعض العلماء قال إن معنى الصمد هو الذي ليس له جوف، والذي عليه العلماء أن الصمد هو السيد الكامل في سودته وفي صمديته، والذي يحتاج إليه الخلائق في طلب الحوائج. الله الصمد، لم يلد، وهذا الحرف عند العرب حرف نفي وجزم وقلب، وجزم أن يجزم الفعل المضارع، فالعرب عندما تعرب يلد تقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأنه مسبوق بحرف لم، لم يلد، فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد. وفي هذا رد على من قال إن عزير ابن الله، أو قال إن المسيح ابن الله، أو قال إن الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ونافكون، يعني يشابهون قول الكفار عندما قالوا إن الملائكة بنات الله. قال تعالى عن كفار قريش: ويجعلون لله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون. ولا فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد سبحانه وتعالى، وكذلك سبحانه وتعالى لم يولد، فليس له بداية كبقية المخلوقات، لأن الله هو الأول ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وشيء نكرة عند العرب سيقت مساق النفي،
فتعم كل شيء، فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى الرد على من قال أن الملائكة بنات الله ككفار قريش، قال الله سبحانه وتعالى يعني الكفار قريش كانوا الواحد منهم إذا أتته البنت، يعني كان المولود بنتا، يمسك البنت على هون وعلى ضعف وعلى استحياء، أو يدفنها وهي حية، كما قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهم يتبرؤون من البنات، وفي نفس الوقت من سوء أدبهم مع الله أنهم يجعلون الملائكة بنات الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقال سبحانه وتعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ثم قال تلك إذن قسمة ضيزى يعني جائرة، تلك إذن قسمة ضيزى يعني جائرة. قال العلماء تحدثوا عن بلاغة القرآن، قالوا إن الله لم يقل سبحانه وتعالى تلك إذن قسمة ظالمة، مع أن ضيزى معناها الظلم، لكنه اختار مفردة من مفردات اللغة العربية لا توجد في القرآن، يعني ليس هناك في القرآن لفظة ضيزى إلا في هذا الموضع، يعني ليست مكررة في القرآن، فأتى لهم بكلمة تعني معناها الظلم، وهي كلمة غريبة، كما أن قولكم غريب عندما تنسبون لله البنات، فهذه يعني اجتهاد من بعض العلماء من أسرار البلاغة يذكرونها، سمى الفرائد اللغوية في القرآن الكريم. قالوا كما ثم أيضا هي متناسبة، كلمة ضيزة متناسبة مع النظم القرآني، لأنها منتهية بالألف المقصورة، مثلا أفرأيتم اللات والعزى الألف المقصورة ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنثى، تلك إذن قسمة لا يصح، أو ليس من البلاغة أن يقال تلك إذن قسمة ظالمة، يختلف النظم القرآني، فأتى بألف المقصورة قال تلك إذن قسمة ضيزى، وهكذا دواليك، تلك إذن قسمة ضيزى. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي قراءة حفص عن عاصم، وفي قراءة صحيحة أخرى بالهمز ولم يكن له كفوا أحد، أما كفوا ليست صحيحة، الصحيح ولم يكن له كفوا أحد أو ولم يكن له كفوا أحد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يكافي أحد، يعني لا يماثل أحد ولا يشبه أحد من خلقه، فهو السميع والمخلوق سميع وهو بصير، والمخلوق بصير وهو عليم والمخلوق عليم، لكن ثمة فرق بين الثرى والثريا، فسمع الله وبقية أوصاف الله وأسماء الله أو أسماء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فهو الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا أن المرأة مثال أن المرأة التي أتت تشتكي زوجها عند النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث، تقول عائشة إنها أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تتكلم معه سرا وتشتكي زوجها، تقول عائشة أنا مع المرأة في الغرفة، تقول فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير، تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، ما بيني وبينها إلا شيء بسيط، يعني مسافة قريبة، والله سمع شكوى المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها من فوق سبع سماوات، تقول عائشة أنا ما أسمع ماذا تقول. ولذلك ختم الله الآية إن الله سميع بصير. هذا هو ما سمح بالوقت في الحديث عن هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، والتي تقدم فضلها في بداية الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وصدوركم الإسلام، وأن يجنبنا المعاصي والآثام، وأن يجعل إياكم من كل هم من فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص
والجذام والجنون وسيء الأسقام. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيد بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.